بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نحكي عن الفروزن سيكشن او الكريوستات. هلا بلشنا احنا من بدايه الفصل، احنا ناخذ في الروتين عن الروتين هيستوباثولوجي تكنيكس، ابتداء من السامبل ريسيفينج اند جروسينج، بعدين بلشنا بالفيكسيشن، بعدين اخذنا عن البروسيسنج ويتش انكلود الديهايدريشن، الكليرينج، الواكس انفلتريشن، بعدين اخذنا عن الامبيدنج، وبعدين اخذنا عن الكاتينج يوزينج المايكروتوم او السكشن كاتينج، واخر شيء يعني وصلنا بالسامبلز تبعتنا انها جاهزه فور ستيننج. هلا قبل ما نشرح موضوع الستيننج لازم نحكي عن الفروزن سكشن او الكريوستات. لما نحكي احنا كريو ات مينز لو تمبريتشر. لما نحكي دائما كريو معناته في عندي تمبريتشر، زي ما نحكي فيري لو تمبريتشر بالماينس، سواء كانت ماينس 20 ماينس 30 حسب شو نوع السامبل او البيوبسي تبعتي. كريوستات معناته احنا بنضبط درجة حرارة هذا التيشو using what we call frozen section. هلا الفروزن سكشن او الكريوستات اول ما تم استخدامه في عام 1905، وزاد استخدامه في السبعينات القرن الماضي، لانه كان بدهم زي ما نحكي انترا اوبيريتيف كونسلتيشن اوف ذا سامبل. يعني كان البيشنت يدخل على غرفة العمليات بناء على شو هم بيلاقوا، لما بناء على هم شو هم بيلاقوا اثناء العمليه، بياخذوا منه بيوبسي، بدهم كويك دايجنوسيس رابيد دايجنوسيس بناء عليه بيكملوا السيرجري او لا. هلا الان استخدام الفروزن سكشن الان زي ما نحكي قل تدريجيا due to the better pre-operative imaging and diagnostic methods available. يعني بناء على انه ايش انا ممكن استخدم طرق تصوير وطرق دايجنوسيس حديثه، هذا الاشي بيقلل عندي من زي ما حاجتي لاستخدام الفروزن سكشن. تمام. mostly the frozen section it's used in oncological surgeries، يعني حتى نعمل diagnosis لهذا التيومر is it benign or malignant and to avoid the subsequent surgical procedures، عشان بناء عليه اقلل العبء على المريض، ما اضطر اني ادخله على غرفه العمليات مرتين وثلاث واربعة. هلا البيزك برينسيبل للفروزن سكشن يو توك سمول بايوبسي فروم ذا بيشنت اند فريز ات باي ذا اكسبوجر تو ذا دراي ايس، وبعدين ايش بعمل لها ستيننج كاتينج، بعمل لها ستيننج وبعمل لها اناليسيس دايركتلي. فاذا انا بدي اعمل كومباريزن بتوين ذا تايم نيدد فور فروزن سكشن اور كريوستات، كل بروسيجر هاي ما بتاخذ من 10 تو 20 مينتس compared to minimum 16 hours لكل بيوبسي using a routine histopathology technique. okay. طيب هلا لما نحكي احنا كريوستات البيزك برينسيبل لها for quick diagnosis للoncological samples او الoncological surgeries. الانزيم هيستوكيمستري، لما احكي انا انزيم هيستوكيمستري يعني انا بدي ادرس certain types of enzymes inside the tissue، زي ال ATPases NAD pH enzyme in muscles. تمام. immunohistochemistry إذا كنت بدي أعمل silver impregnation مثلا أو بدي أعمل gold impregnation في التيشو، and the detection of lipid. هلأ بناء على detection of lipid كل ما قلت درجة حرارة الكريوستات كل ما كان detection للفات أو lipid rich tissues is easy. أوكي. فهاي لما نحكي ال purposes of frozen sections. تمام. أوكي. هلا هذا عندي الكريوستات. الكريوستات هو عباره عن ايش؟ عباره عن كابينت، سمول كابينت، بيجي في داخلها مايكروتوم. اوكي، هي سمول كابينت بيجي في داخلها مايكروتوم. من اهم الادفانتجز اوف ذس مايكروتوم، هذا الكريوستات ممكن يكون موجود في السيرجري روم، ات نيد مينيمال فنتيليشن، يعني ما بيحتاج الى تهويه كبيره، لانه انا ما بستخدم البروسيسنج اللي بستخدمه في الروتين هيستوباثولوجي تكنيكس العادي. it's small comparing مع لما نحكي جناح الهيستوباثولوجي لاب كامل. it's small. okay. portable يعني ممكن انقله من مكان الى اخر، والعادي بيكون في له زاويه معينه في داخل السيرجري روم. in average the weight of the cryostat 36 كيلوغرام. okay. والمساحه اللي بيحتلها less than 1 متر سكوير، يعني تقريبا المساحة اللي بيحتاجها هذا الكريوستات 0.84
متر مربع، يعني أقل من 1 متر مربع. فلو كان موجود في داخل السيرجري روم بيكون في إله بيكون في إله مساحة خاصة في داخل السيرجري روم، فأنا مباشرة بأخذ البيوبسي ما بعمل لها فيكسيشن، it should be fresh without any use of any fixative or any formalin، وببلش بالشغل فيها عشان أنا أعطي الرابيد دايجنوسيس. ولما نحكي إحنا في داخلها الميكروتون، فبالتالي بعمل الكاب دايركتلي بدون ما أعمل لا بروسيسينج ولا واكس انفلتريشن ولا واكس امبيدينج. تمام؟ أوكي. هلأ قبل ما أبلش أنا في الكريوستات، في عندي بعض المعلومات التي لازم أعملها قبل الفروزن سيكشن. تمام؟ First, the availability of a cryostat machine. هل موجود عندي cryostat machine and where is the location of a cryostat machine؟ وين موجود هذا الكريوستات؟ في السيرجري روم، في الهيستوباثولوجي روم. لازم أكون محدد الموقع تبعه. لازم يجي عندي request form من الفيزيشن، موجود في brief history of the patient, the clinical diagnosis للpatient and the radiological finding. لأنه حكينا كل ما زادت الطرق اللي ممكن أعمل فيها pre-operative imaging، كل ما زادت هاي الطرق كل ما كان حاجة استخدام الكريوستات أقل. فأنا بحط primarily diagnosis، شو بين عندي في radiological finding، شو السيرجن بده يعرف، شو السيرجن ودى من السامبل، شو السامبل أو البيوبسي سورس تبعي، how to contact them. لأنه لما نحكي how to contact them، لأنه بناء على الشغل اللي أنا بدي أشتغله لازم أتصل مع السيرجن وأعطيه النتيجة على التليفون قبل ما أكتب الريكوست فورم. أوكي، فهذا الريكوست فورم يشمل عدد من المعلومات: patient name، age، السكس، إذا كان impatient، البيدروم، اليونت، الريجستريشن نمبر، الكونسلتنت، الموبايل، السبيسيمين، الكلينيكال دايجنوسيس، البيوبسي كيف أخذوها، هاي رح نحكي عنها في محاضرة رحالها، الفاين نيدل أسبيريشن، الكلينيكال انفورميشن، سبيسيفيك انستركشن، واسم الدكتور اللي طلب هذا الريكوست فور. أوكي، فأنا بحدد المعلومات اللي بدي إياها. هلأ during الفروزن سكشن، يعني لما يأخذ البيوبسي لازم كمان أن أثبت وأخذ بعين الاعتبار عدد من الأشياء. أول إشي لازم أحدد tissue selection and the representation of the organ، يعني من وين لازم يأخذوا هذا التشو. بحكي لي أنه لازم يكون الأورغان ليجين تبعتي free of necrotic tissue. The type of the tissue should be cut. Okay. كم the proper temperature that should be used. Time consideration and the proper communication with the operation room. كيف يعني؟ هلأ رح نشرحها بالتفصيل. هلأ أول إشي لما تأخذ عندي السامبل تبعتي should be placed on a small metal disc. هذا الميتال ديسك تقريبا 10 مليمتر تقريبا بيكون الحجم تبعه. هاي أول step، فأنا بأخذها وبحطها في الميتال ديسك and it must be secured properly. بسكرها مباشرة. Then I place it into the gel-like medium called the OCT. خلينا نتفق على شغله. هلا في الروتين هيستوباثولوجي تكنيك عملنا أول إشي فيكسيشن. هون ما في عندي use للفيكسيشن. أوكي. هون أنا بستخدم الووتر اللي موجود في التيشو itself. لما أنا أنزل درجة حرارة التيشو لسالب 20 أو سالب 30 أو سالب 15، تمام، قبل ما أحطها في الإمبيدينج جل لايك ميديم، بنزل درجة حرارة هذا التيشو للسالب. أوكي، بناء على شو type of the tissue بحدد شو درجة الحرارة اللي بدي إياها. بتحول المية الموجود داخل التيشو إلى آيس. لما يتحول إلى آيس هلأ بقدر أنا أعمل له إمبيدينج في الجل لايك ميديم، والموست كومونلي يوز جل لايك ميديم اللي أنا بسميه الـ OCT أو الـ Optimal Cutting Temperature Compound. هذا الـ Optimal Cutting Temperature Compound consists of polyethylene glycol in a certain percentage, polyvinyl alcohol in certain percentage، والـ Highest percentage لإله بتكون عبارة عن Non-Reactive Medium. فأنا بعمل له إمبيدينج في الـ OCT، أوكي، أور embedded in liquid nitrogen or in CO2 gas or using aerosol sprays أو thermoelectric cooling. أوكي، بنزل درجة الحرارة، بتحول المي الموجود في التيشو إلى ice. هل it's now rock hard. It could be cut using the microtome اللي موجود جوا الكريوستات. تمام، بعد ما أعمل له cut باخذ منه small أو thin slice بتكون من 3 إلى 4 مايكرون in the thickness. Now it's ready to be stained using hematoxylin and using stain.
هاي الورك فلو للكريوستات. اذا باخذ السامبل تمام، بحط عليها الجل لايك ميديوم اللي بيحول لي الووتر انسايد ذا تيشو انتو ايس، هيك انا بكون غيرت في الكونسستنسي تبعتها، بتصير هارد انف تو بي كات يوزنج المايكروتوم اند ستيند يوزنج الروتين هيماتوكسيلين اند يوزين ستين. بيجي الباثولوجيست بيقرا النتيجه، بخبر الاوبريشن روم هل يكملوا العمليه او ما يكملوها، شو السبسيكوينت ستيب ذات شود بي taken into consideration. Okay, so the freezing agents could be used again: OCT, liquid nitrogen, CO2 gas, aerosol spray, thermoelectric cooling. Okay, هلا بالريبورت بسجل شو الاشي اللي موجود عندي. طبعا هاي table is very important table، ببين لي the optimal temperature for the cutting using the cryostat. فبناء على نسبة الفات اللي موجودة عندي، لما كل ما زادت نسبة الفات في التيشو كل ما أنا نقصت درجة الحرارة. فالفات بتكون من سالب 25 لسالب 30 درجة، الكارتليجز من سالب 10 لسالب 15 as well as the brain as well as the liver، السكين بتكون من سالب 20 لسالب 25. هم بالعادة بكون حاطين على سالب 20، إذا اختلف نوع الأورجان بنقصوا درجة الحرارة حسب قديش نسبة الليبيد ماتريكس. أوكي، هاي الـ OCT component، مجرد ما أنا دخلتها على التيشو بتحول الووتر اللي موجود فيها إلى آيس and now it's ready to be cut using the microtome. أوكي، بناء عليه بيأخذ الدسجين تبعهم. أوكي، و communicate with the surgeon in the surgery room. هلأ السؤال اللي موجود عندي، هل في عندي differences between the cryostat and the freezing microtome؟ يعني هل في عندي فرقية أنا لما احكي كريوستات عن الفريزنج مايكروتوم؟ فور شور الكريوستات بيختلف اختلاف كامل عن الفريزنج مايكروتوم. الكريوستات هو مايكروتوم انسايد ا تشامبر، زي ما احنا شايفين هون، هاي مايكروتوم موجود في داخل تشامبر معينه، هاي التشامبر بتعمل فريزنج. اوكي، في عندي في له مكان للويست وفي له مكان للبانل، وانا بتحكم فيه از ات از. هاي البانل شو بتحكم فيهم؟ بتحكم بدرجه الحراره. اوكي، يعني في عندي temperature control. الفريزنج مايكروتوم لا، الفريزنج مايكروتوم التيشو بيكون fixed separately تمام، بنفس طريقة الروتين هيستوباثولوجي تكنيك، وما بقدر أنا أتحكم بالtemperature control في هاي الحالة. أوكي، التمبريتشر بتكون بس على التيشو اللي صار له fixed من قبل، هون لا، بتحكم بدرجة الحرارة. فهذا rapid، هذا زي ما نحكي slow in action compared with the cryostat. أوكي، طبعا على الرغم من الادفانتجز اوف يوزنج كريوستات والرابيد دايجنوسيس اند الايدنتيفيكيشن للبوسيبل كوز اوف ديزيز بيست اون ذا بيشنت سيمبتومز، الا انه في عندي سم اوف ذيس ادفانتجز اوف يوزنج كريوستات. مثلا نحكي اكثر مشكله بيعانوا منها السبيسيمين ايدنتيفيكيشن، السبيسيمين اورينتيشن انسايد ذا كريوستات تشامبر، ديفيكولتي ان ذا differentiation between benign and malignant tumors, cutting of the fat, temperature regulation, also infectious specimens. بلاقوا عندي مشكلة فيها في التعامل فيها. Okay, as well as the most common cause of a problem اللي هي الارتيفاكت. كيف يعني الارتيفاكت؟ الارتيفاكت it could be resulted from the freezing artifact or from the compression artifact. Okay. فمثلا عندي هاي الصورة اللي موجودة هون بتعمل مقارنة ما بين السلايد مع المعمول ستين using الفروزن سيكشنز. اوكي، وفي عندي كمان permanent section previously frozen و permanent section never frozen. هلا اذا كنت انا جاي ادرس فعليا الكروماتين دنس في داخل هذا التيشو تمام، بيكون بالpermanent section previously frozen dense chromatin إذا كنت بدي أقرأه مقارنة بالfrozen chromatin عادي normal، لكن بالpermanent section never frozen شو بشوف إنه الopen chromatin. أوكي، فهذا الارتيفاكت بيلعب دور بإيش خلينا نحكي على intensity of the staining. أوكي، ففي عندي إذا إجيت أنا أقارن فعليا ما بين accuracy of using cryostat، هلا هو accurate to some extent بناء على شو انا بدي اعمل examination، بس مش زي الروتين هيستوباثولوجي تكنيك تمام، مش زي
الروتين هيستوباثولوجي تكنيك، على الرغم من انه نحكي فاست واكسلنت للاميون هيستوكيمستري والاميونو فلوريسنس والانزيم هيستوكيمستري، لكنه بيعطي بور مورفولوجي وممكن يعطيني ارتيفاكت ناتجه عن الفريزنج او ناتجه عن الكومبريشن، او ممكن تكون كمان الارتيفاكت عن الايس كريستال اللي تشكل جوا التيشو، ممكن تكون كمان الارتيفاكت ناتجه من النايف اللي عملت فيها كت باستخدام الكريوستات، ممكن احيانا يكون عندي اوفر فريزنج ياثر على التيشو. اوكي وهاي كلياته بياثر بالنهايه بالفاينل دايجنوسيس. تمام، فاحنا لازم نحط بعين الاعتبار على الرغم من advantages of using cryostat الا انه في له some of these advantages كثيره هي اللي بتعمل limitation لليوز لها. اوكي هاي بالنسبه للcryostat، هاي general information. if you have any question نفس ما حكينا المره الماضيه ممكن تبعثوا لي على الايميل او ممكن تبعثوا لي على الفيسبوك ماسنجر وانا راح اجاوبكم ان شاء الله. اوكي يعطيكم العافيه.